اول حاجه انت كلكم سمعتوها بس ما لفتتش نظر من اسبوع كده، في ايه؟ اعلان الميه وال نزل بعدها حاجه بقول لك انا والدي ذو منصب، استنوني الرساله نازله على التواصل الاجتماعي ذو منصب، وقال لي اقول لكم اقول لكم ايه بقى؟ ان الميه فيها ميكروب، وان لازم احنا عشان ولادنا والمدارس دايما بقى خلاص ما نستخدمش، وحتى الميه المغليه هي برضو ايه؟ نفس هتبقى نفس العله. لا من الساعه 3 للساعه 10 لا اشمعنى من 3 ل 10 يعني؟ من الاول خالص كده واحد قال 3 ايام برضو السيد الوالد من تحبني اتعرف على حسب مفيش. طب حضرتك مين؟ مفيش. طب فين الورقه او البيان الرسمي اللي بيقول الكلام ده وموثق ومختوم؟ مفيش. الاهم بقى الميه دي تبع مين؟ وزاره الصحه. وزاره الصحه والسكان. عشان كده احيانا الناس بتسالني السؤال ده، انا برجع لايه؟ في مواقع عندنا اللي هي وزاره الصحه ببص فيه في خبر بذلك فيه، مفيش يبقى خلاص، ممكن يبقى الخبر نصه صح ونصه غلط، لكن الست اللي مسجله الرساله دي وبعدها بلوفر دي هي من الالف للياء هي غير صحيحه. احنا عايزين الصح. اسمها ايه بقى اللي هي بتعمله ده؟ اسمه تسويق انتهازي. هي بتنتهز موسم المدارس، بتنتهز ان احنا خايفين على اولادنا، ان احنا مش عندنا استعداد ان احنا نكرر موضوع كورونا وكده، ولو ان انا ليه بحافظ على كورونا، يعني في بحث امريكاني قال احنا نقدر نأجي على كورونا لو علمنا اولادنا الصغيرين، وانا بقول الكلام ده عشان احنا داخلين المدارس ودخلنا بقى لنا كام يوم، ازاي احنا ما تخوفش ناحيتنا كورونا خالص، حتى لو احنا ما كناش ماشيين في التطعيم، بس احنا كنا خايفين من التطعيم لان هو جاي لنا من بره فهيبقى وباء، فالتطعيم في الحاله دي هو عين العقل، لكن انا في العموم انا بنشر الثقافه بتاعت ايه؟ بتاعت نغسل ايدنا بتاعت كورونا. ليه؟ الكورونا ده بالذات فيروس في جزء دهني وجزء مائي، فانا الصابون والميه الشق الزيت عمره ما يختلط بالميه، ولا في حد له راي تاني؟ لا لا طبعا. فانا وانا بغسل ايدي كاني بفكك ايه الفيروس. الجزء الدهني منه بيلزق في الايه؟ في الشق اللي هو مش مائي من المايه والصابون. خلص. الجزء الثاني هو بيلزق في الجزء المائي، يعني بعمل كده. انتهى الفيروس. بس بطريقه معينه ووقت معين. وده بقى اللي انا بعلمه لكم هنا. في كده بحط خطوط. سمعت هنا كلمه. قالت 10 دقايق. هي بصي حضرتك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ايوه. كده خلاص. بس بالصابون. ولما اجي اقفل الحنفيه اقفلها كده. ما اقفلها طب هتقولي احنا عندنا كده. في بقى منديل ممكن انا اسويه. دي حاجه بسيطه جدا ان انا اعلم ولادي ان ما يجيناش لا فيروس كورونا ولا غير كورونا. الغسل بتاع الايدي بس كورونا في شق دهني وفي شق ميه. خلصنا من دي. يبقى انا التسويق الانتهازي زي الرساله اللي انتم سمعتوها كلكم على التواصل الاجتماعي، يا جماعه الميه والميه والميه. فين يا ستي والدك؟ ما فيش. فين الورقه اللي بتقول؟ ما فيش. طب انت حضرتك مين؟ هلا هلا على طول نعمل برافو عليك صار الزعر. اه والله هلا بلاش. مش في خط ساخن في كل حاجه يا جماعه؟ ادينا الخط الساخن. خلصت؟ هي واضحه.